حدائق ومساحات خضراء جديدة أضفت طابعاً جمالياً على مدينة شلف. هنا بحديقة صفايتنان أصبحت تجد العائلات متنفساً جديداً لها. شيء والله العظيم غير العائلات راهم مستفيدين منها وراهم يجوا حتى يعني يجيبوا قهوتهم ماكلتهم صوالحهم يجوا مع الولاد تاعهم يتنفسوا شوية. راهي بالنسبة جنة للمواطنين ولاية شلف راهم يجوا عائلات كبار صغار وخاصة الأطفال. كنا من قبل زعما متمنيين يديروا لنا هكا جاردة تكون بروبر تكون نستفادوا منها الشعب قاعد يستفاد منها وهم يجوا ليها من كل الولايات ماشي غير منا من بنسونة بارتو يجوا الناس. حديقة 11 ديسمبر 1960 هي الأخرى وبعد أن استفادت من عملية إعادة الاعتبار والتهيئة أضحت اليوم تشهد حركية ونشاطا خصوصا وأنها جهزت بعديد من المرافق التي تضمن راحة الزوار. حديقة 11 ديسمبر كما راكم تشوفوا الحمد لله يا ربي صبنا إقبال كبير على العائلات الشلفية والولايات المجاورة. كما راكم تشوفوا رانا موفرين كل المرافق فيما تخص العائلات والأطفال الصغار، رانا موفرين ألعاب للأطفال، موفرين المأكولات لي فاست فود، من المستقبل إن شاء الله مقاهي وألعاب لكبار. صبنا مكسب كبير للولاية. هذه الحدائق ساهمت بشكل كبير في تطوير المدينة والمساهمة في التنمية المستدامة عبر بلدية شلف والتحسين الحضاري أيضا، لأنه بعد استكمال البنى التحتية واستكمال المنشآت يبقى المجال الأخير اللي هو التحسين الحضاري وهو التزام تقوم به السلطات المحلية هنا في بلدية شلف. تطوير المدن والمساحات الحضرية من شأنه تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومواكبة التوسع العمراني، وهو ما يساهم في تحسين مؤشر جودة الحياة والمستوى المعيشي للمواطن.